بعد انقطاع لثمان سنوات انطلقت في فندق داماروز بدمشق اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي 18 الذي تقيمه الهيئة العامة للاستشعار عن بعد بالتعاون مع الهيئة العليا للبحث العلمي بعنوان دور الاستشعار عن بعد والنظم الرافدة في مرحلة إعادة البناء والإعمار، وذلك بمشاركة خبراء ومختصين عرب وأجانب. إن الهدف من مشاركتنا في المؤتمر هو طرح أفكار لتحديث الاتصالات في سوريا وإيجاد نظام اتصالات متكامل يحقق التواصل الجيد ونقل البيانات بين مطاراتها والمطارات الأخرى في العالم. نظراً لطبيعة الظروف التي يمر فيها كل من العراق وسوريا وتعرض لنفس الأعمال العدوانية على العديد من المدن في سوريا والعراق وما لحقهم من دمار وخراب على كافة المستويات في مجال البنى التحتية وفي مجال الزراعة وفي مجال المياه، مما دعانا إلى المشاركة في هذا المؤتمر الواعد والحقيقة من المؤتمرات المتميزة في طبيعة البحوث المشاركة في هذا المؤتمر والتي تصب في إيجاد آليات واستراتيجيات وخطط في إعادة الإعمار من خلال توظيف التقنيات الحديثة للعلوم. نطمح الحقيقة لأن تكون كافة المؤسسات الوطنية التي تحتاج لبيانات الاستشعار عن بعد أن تستفيد فعلا من الأبحاث والمشاريع التي نقوم بها من أجل تخديم هذه المؤسسات في فترة إعادة الإعمار. مشاركتي بهذا المؤتمر من خلال تقديم بحث بعنوان نحو مخمد معدني مطور لامتصاص الطاقة الزلزالية في المباني، وعند تعرض المبنى لهزات أرضية يمكن أن يصل هذا المخمد إلى التعطل أو الانهيار وما زال المنشأ أو المبنى في حالة إنشائية جيدة.